بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهديوك. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي ندخل قيد يومية عن طريق CSV Import، وذلك لحل مشكلة قيود اليومية اللي فيها عدد أسطر كبيرة جدا. وده طبعا لأن بعض زملائنا اشتكوا إن قيد اليومية لما بيكون في عدد الأسطر كبيرة جدا ممكن النت يفصل منه، أو إنه عايز يعدي لاين معين فبتعمل معاه مشكلة وبتاخد معاه وقت طويل. فيلا بينا نتعلم ازاي نعمل امبورت لقيد اليومية عن طريق CSV امبورت. اولا لازم يكون قيد اليومية جاهز عندي في الاكسل. ده مثلا قيد يومية في حوالي تقريبا 130 لاين. الداتا اللي موجودة في قيد اليومية اهم حاجة فيها السبسيدري، الديت، الاكاونت، الديبت اماونت، الكريدت اماونت، الكرنسي. بقيه الحقول اللي موجوده دي اختياريه، ممكن تدخلها او ما تدخلهاش على حسب رغبتك، الا اذا كانت حقول اجباريه في قيد اليوميه. لو كانت طبعا حقول اجباريه في قيد اليوميه، اذا انت لازم تدخلها في الاكسل قبل ما ترفع السي اس في فايل. بعد الداتا ما بتكون جاهزه في الاكسل بنحفظها بصيغه السي اس في، فنقول فايل سيف اس، نختار السيف اس تايب سي اس في كوما ديليميتد، وبعدين نحط اسم للفايل زي ما احنا عايزين. وبعدين نروح للسيستم بتاعنا في نتسويت، نروح لسيت اب، امبورت سي اس في ريكوردز. الامبورت تايب هنختار transactions، في الريكورد تايب هنختار journal entry، الكاركتر انكودينج هنختار يونيكود UTF-8، وبعدين ندوس على زرار select. هنا هنختار السي اس في فايل اللي احنا عملنا له سيف، ونضغط على زرار اوبن، وبعدين نضغط نيكست. هنا كذلك هنضغط نيكست. هنا هنلاقي صفحه الفيلد مابينج. طبعا الجهه اليسرى فيها الحقول اللي موجوده في ملف الاكسل بتاعي، الجهه اليمنى فيها الحقول اللي موجودة في قيد اليومية بتاع نتسويت، والجزء اللي في المنتصف اللي هو ربط المابينج ما بين الإكسل وما بين نتسويت. طبعا زي ما انتم شايفين أغلبية الحقول تم ربطها أوتوماتيك عن طريق نتسويت، بس هنيجي نلاحظ هنا إن أنا في عندي الحقل اللي اسمه لاين ميمو والهيدر ميمو ما تمش ربطهم، كذلك الحقل الثالث اللي ما تمش ربطه المين اكتيفيتي اند سب اكتيفيتي. طب احنا عايزين نربطهم، هنتعلم دلوقتي ازاي نربطهم يدوي. اولا انا الاكتيف فيلد في منطقه الربط بنعرفه عن طريق المثلث اللي بالشكل ده في جهه اليسار، والمثلث زيه من جهه اليمين. المثلثين دول بيقولوا لي دلوقتي ان الاكتيف فيلد هو الحقل الفاضي دوت اللي انا ممكن اربط فيه الحقول بتاعت الاكسل مع الحقول بتاعت نتسويت. فاول حقل انا عايز اربطه الهيدر ميمو، هنربط الهيدر ميمو الاول، فهعمل كليكاية على كلمة هيدر ميمو، تم نقلها هنا في الجهة اليسرى من منطقة الربط. وبعدين عشان اربطها بالهيدر ميمو من حقول نتسويت لازم اخلي الاكتف علامة الاكتيفيشن اللي هي المثلث ده والمثلث ده يرجعوا تاني لحقل الهيدر ميمو، فمجرد اعمل عليه كليك بيتنقل المثلثين لحقل الهيدر ميمو. وبعدين هاجي في النت سويت فيلدز وابتدي ادور على الحقل اللي اسمه ميمو، هو ده الفيلد اللي اسمه ميمو. مجرد ما بعمل عليه كليك بلاقيه تم ربطه بالهيدر ميمو اللي جاي من الاكسل. بنفس الطريقة هنربط اللاين ميمو
والمين اكتيفيتي. هعمل كليك على اللاين ميمو، ادي اللاين ميمو وصل هنا، اعمل عليه كليك عشان اكتبه، وبعدين عشان اوصل لللاين ميمو، طبعا اللاين اللي موجود في منطقه اللاين فلازم افتح الجورنال انتري لاين عشان تظهر لي الحقول بتاعتها. هلاقي هنا فيلد اسمه ميمو، اعمل عليه كليك، تم ربطه باللاين ميمو من الاكسل. كذلك المين اكتيفيتي اند سب اكتيفيتي، طبعا المين اند سب اكتيفيتي دول في منطقه اللاين، ادي في منطقه اللاين الاقي مين اند سب اكتيفيتي. اذا تم ربط المين والسب اكتيفيتي. اذا كل الحقول هلاحظ ان عليها علامه صح في الجانب الايسر، اذا تم ربط جميع الحقول. وبعد كده اضغط على زرار نيكست، هضغط هنا اوكي، في الصفحه دي بيمكنني ان انا اسيف المابنج اللي انا عملته عشان لو احتاجته بعد كده في المستقبل ما اقعدش اربط الحقول ببعضها، ويبقى عمليه الامبورت سهله وبسرعه عشان المابنج اللي انا عملته ما يضيعش مني. فهنا هسمي المابنج دوت جورنال انتري. هنا هضغط طبعا على زرار سيف اند ران علشان يسيف المابنج اللي انا عملته، وفي نفس الوقت يتم رفع قيد اليوميه. اضغط على سيف اند ران، اضغط على زرار الجوب ستيتس، هلاقي ان تمت العمليه بنسبه 100% و 1 اوف 1 ريكوردز امبورتد سكسسفولي. وبكده نكون اتعلمنا النهارده ازاي نرفع قيد يوميه في عدد سطور كبير جدا بطريقه سهله وبسيطه. شكرا لكم، ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى.